المقفول يا ريس. انت وصلت؟ انت ايه اللي معادك بدري هنا؟ بتعمل ايه؟ مستنيه. عايز اعرف المعلم خدك ليله امبارح وداك فين؟ قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ لا يا ريس، لا مؤاخذه، ده سر، وانا لو قلت لك على سره يبقى هقول له على سرك. ولا ايه؟ اداك العيش وازح. طب انا ماشي، شوف شغلك. ماشي يا عم. مين اللي بتتكلم؟ ايوه موجود موجود، نقول له مين؟ حاضر. يلا لازم انت، يلا لازم. ايه عاطف، في ايه؟ قلب شويه. مالك؟ في ايه؟ كلم خالتك عايزاك. خالتي؟ اه. الو. ايوه. ايه مالك؟ عامله ايه؟ تعبانه؟ ايه بتجربي؟ طيب انت لو وصلتيني في حاجه انا تحت امرك. ماشي، مع السلامة. فضلت وراه يا ست هاني، راح على ميدان الحسين، فضلت وراه، دخل على صلاح سالم برضه وراه. يا واد ما تتكلم، تعبت اعصابي. اصبري بس يا ست هاني، انا جاي لك اهو. فضلت اطول لغايه ما وصل قعد على قهوه. قهوه؟ اصل مش فاهم يا ست هاني، البيه يشرب انفاس. يا مصيبتي، متولي بيحشش؟ بقول لك ايه واد يا ساهي، انا مش عارفه ليه مش عارفه اصدقك. اما انا مصدقاك، نقيت الكوارع بايدك تبقى عسل، واحلى من العسل لما تدوقها من ايدي. ادوها ازاي يعني؟ اسمع بقى، اما قلنا المعلم بينزل من عندي من هنا الساعه 11 بالظبط، بعدها بشويه تيجي انت، هتلاقيني مستنياك. ايه هاجي ارتاحي كده من غير تليفون؟ ولازمته ايه التليفون؟ ما احنا خلاص اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ يا واد ما تستعبطش، دي الكوارع كلها بهاريز، ترم عظمك شوية وتجمد ركبك، مش كده برضه؟ وهتلاقيني حيشالك منين. ماشي يا عسل، بالإذن. سلام. سلام. مساهم كده ليه يا رزق؟ لا مفيش. مفيش؟ طب امسك وتحلي بقرك. نلبسك. يمكن يتمر فيك. رزق، بقول لك ايه؟ انا نفسي اطلب منك حاجة. عاوزة افك شوية من الحبسة اللي انا فيها دي. عايزة تروح اي حتة، اتمشى على الكورنيش، اشم هوا، اتعزم على ترمس، ذرة مشوي. عندك حق حلاوتي، انا كمان عايز اشم شوية هوا. تحبي امتى؟ الليلة؟ الليلة، بعد ما يمشي المعلم متولي وصبرا افندي هكون عندك. استناك فين؟ الساعة 8:30 هكون على باب البيت، قدامك الجراش اهو، نقي اجدعها عربية وانا اجيبها لك اسوقها لك. يخيبك يا رزق، انت بتعرف تسوق؟ اسوق لك طيارة كمان. ايوه كده. لسه من ايدين. ما انت حلوه اهو، امال بيقولوا عليكي التشاريه ليه؟ انت عايز مني ايه؟ نفسي في حاجه اوصفها. ايه بقى؟ قلبك يا بدريه. خليها حلاوتك، بتطلع من بقى خالص. طب قولي لي الطريق وانا اوصل على طول. يا رزق، انا شايفه انا اللي قادره اشيلك من قلبك. ارميهم عندك. عطوه ما قالكش امبارح اتصلت بيك 3 مرات؟ قال لي. وما جيتش ليه؟ كنت في الجراج وما قدرتش اسيبه. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ بصراحه مع ان شكلك كده باين عليه الفقر والغلب، لكن عاجبني. المعلم متولي اللي خيره علينا واللي سترك ومكفيك، تلعبي بيه. بس انا واحده عايزه تعيش، هو ياخد المولود وانا اخد راحتي، مش كفايه اخو مراته؟ اخو مراته؟ ده طلعت؟ ما هو الغلطه،
هو اللي مص دم متولي لما اتجوزني وتقولي انت ايه؟ انا اللي عشت ملطشة من ده لده، من حق اعيش انا كمان واشوف نفسي. على كده انت مظلومة يا ست سميرة. تصدقيني يا ست سميرة انا معرفش، بس ازاي طلعت تكون عارف كده وما يقولش لاخته؟ ويقول لها ليه؟ ده هو اللي مجوزني متولي، ده تنه يهدده ويسحب منه فلوس قد كده، ده متولي ما فاقش الا ما طلعت تتقتل. يا فندم النوع ده من السكاكين موجود في كل بيت، حتى بدرية عندها واحدة في عربية الكشري بتاعتي. بتاعت الكشري يا اخت القتيلة. عملت معاها ايه؟ تقصد ايه يا فندم؟ انت مش شغال في القضية دي لوحدك. انا عندي معلومات بتقول انك على علاقة بدرية. وخلي بالك، العلاقة دي ممكن تهدم القضية. صراحة العلاقة دي شخصية يا فندم. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت ضابط شرطة. يا فندم انا انسان بحب وبحس. يعني بدريه دي؟ ايوه يا فندم، حبه رزق الغلبان السايس. يا بنت اخويا، انت هتقضيني بقيت اليوم كله بره الجراج؟ لا ايه يا حبيبي؟ ايه يا اخويا؟ الله، ايه حكايتك معايا؟ الله، الاول كنت بتغيب لي ساعه في مشاوير المعلم متولي، بعد كده بقوم ساعتين، بقوم ثلاثة، ده حكايتك. بعد كده هتجيلي امتى بقى؟ بص بقى يا صبري يا فندم. أفندي؟ بص بقى يا عم صابر، الجراج ده أنت تحاسبني على شغلي، أما مشاوير المعلم، المعلم متولي هو اللي يحاسبني عليها. السلامة يا ليمت. طب تعالى بقى على المعلم ونشوف الحكاية دي آخرتها إيه. ماشي. يلا يا أخويا اتفضل. اتفضل. اتفضل يا باشا. مبقاش جراج، ده بقى شيراتون. ايوه يا صابر، رزق كان بيروح مشوار واحد، دلوقتي بيروح مشوار تاني غير مشوار البيت. مش واجب يا معلم متولي اعرف ايه هو المشوار التاني ده وبتاع ايه هو؟ لا مؤاخذة، هريحك يا صابر، رزق كان بيشتري لي المزاج. مزاج؟ ليك انت؟ طب من امتى؟ من كتير قوي. وما دام الست بقى هي عرفت يبقى مش مهم تعرف انت كمان. صابر، خلي الطبق مستور. ها، انا راجل صاحب مزاج وانت راخر صاحب مزاج، بس انا بقى مزاجي هوائي وانت مزاجك مائي. ها ها ها. يا بدرية رد عليا يا بنت. في ايه؟ في ايه؟ صعبان عليا صلاح والحكومة سكت، لا حس ولا خبر. لو احنا سكتنا عن حقنا الحكومة عمرها ما هتسكت عن حقنا. وبعدين مش لازم ننبش التراب، ده احسن ريحة الفضيحة تطلع. نادقت لك النداهه يا طنطاوي؟ طبعا، ما انت قاعد سارح في اللي بالي بالك. قصدك تقول ايه يا عطو؟ قصدي الحب. الحب يا اسطى. انت اخر واحد يتكلم على الحب يا عطو. عشان انا عبيط لكن بحب صباح. انت لسه مستني صباح؟ طب صباح مسافله بعيد، لكن انت مستني ايه وحبيبه القلب قدامك؟ حبيبتي مين؟ حلاوتهم يا ابن الايه. قوم كلم خالتك. ماشي يا عطا. الو، ايه ده؟ انت مالك تعبان قوي كده ليه؟ عندك ايه؟ حالة طلق؟ طب استني ما تنزليش، انا جاي لك، هنروح مستشفى مع بعض. طيب خلي بالك من نفسك، مع السلامة. ما تنساش تسلم لي على خالتك. الو، انت تاني يا منيل على عينك؟ ايه، خالته كلمته؟ ساب الجراج وراح لها كده كده؟ طب بقول لك ايه، ما عرفتش بيقولوا ايه. بقول لك ايه، ما تتكلمش تاني احسن معلم واصل.
لازمتها النغمه دي بالليل؟ تحب نغير الموال؟ يا ريت مع كوبايه شاي. ام وسيد مشت من بدري. ايه ما بديهاش، نديها نوم. مش قادر ما نقطع العرق ونسيح دمه. ايه حكايتك يا بهية الليله دي؟ حكايه فيها دم ولا ايه؟ اتفضلي نديها قعده بدل النوم. ها؟ وادي قعده. نعم. الواد رزق الطنطاوي. ماله؟ يطرد من الجراج. حرام حرام يا بهبه، قطع العيش حرام. الجراج ده بتاع مين؟ بتاعك انت نفسك. بتاع مين؟ محسوبك ومرسوم على دراعك. ولما انت مرسوم على دراعي، وبما ان الجراج ده بكل اللي فيه ملكي، انا عايز استغنى عن حته من ملكي، والحته دي اسمها رزق، ما يلزمنيش. ممكن بهدوء كده من غير نرفزه اعرف عمل ايه؟ كذاب حلنجي بيلعب بالبيضة والحجر، وانا ما احبش الكذابين. وقال ايه؟ اسم الله اسم الله اسم الله. واحده ست بتضرب له كل يوم تليفون وتقول انها خالته. طب وفيها ايه يا بهبه لما خالته تكلمه في التليفون؟ متولي انا عارفه كل حاجه بتحصل في الجراج وانا قاعده هنا، وعارفه الواد ده ايدك اليمين، بس مش عايزاه، ما يلزمنيش. كل ده يا بهيه عشان خالته بتكلمه في التليفون. ده كان امبارح يا حبيبي، لكن النهارده كلمته الست في التليفون، ساب الجراج وجري، ويتحرق الجراج على دماغ اصحابه. هو يلزمه ايه؟ انت بتقول ايه؟ الست دي كلمته اللي هي خالته ساب الجراج وجري؟ ايوه كلمته. يعني وينحرق الجراج على دماغ اصحابه. يعني راح لها؟ راح لها. راح لخالته؟ انا يمكن اسكت على الموضوع ده. انا اسمع في الجراج بنفسي دلوقتي، هجيب الواد رزق وهعمل معاه في الموضوع. ازاي يسيب الجراج؟ ازاي يسيب مصالح الناس ويروح لخالته؟ بقول لك ايه؟ الصباح رباح، وان كان له قرش ترموه له بكره وتفقده. وبعدين بقى لزومه ايه القلق ده ستهان؟ امال كنت اجيبك ازاي؟ ما انت مديني الطناش. بصي بس هانم، انا بحب المعلم ومخلص له قوي. وماله يا حبيبي، بس الدنيا مصالح، واحسدها كده بالعقل. متولي بيستفيد من مراته بهية بالفلوس، وبيستفيد مني بالخلف، وبيستفيد منك بالاخلاص. واحنا بقى نطلع من مولد بلا حمص، ما يلبناش من الحب جامد. طب هنحب ازاي وانت كده؟ هي دي المشكله، بسيطه حلها موجود، نبقى سوا بعد الولادة. والله إذا كان على كده يا مدام يبقى على البركة. اتفقنا. استنى. خد دول. ايه دول يا مدام؟ فلوس عشان تشتري لك كام طقم هدوم جديدة. الفلوس دي متولي واخدها من بهية، وأنا واخدها منه، وأنت حلال عليك. ماشي يا عسل. بالإذن. سلام.